أسعد الله مساءكم بكل خير وطابت جميع أوقاتكم أيها المستمعين الأعزاء. تستمر هذه الأشواط شوط ويتروه الآخر بهذه المنافسات والتحديات. نرى شعارات هنا على أرضية هذا الميدان تزين لنا أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات وهذه التحديات لسن اللقاية. وها هو الشوط الرابع ينطلق بحفظ من الله ورعايته. باسمه نبدأ وعليه نتوكل ودائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. الشوط الرابع ينطلق قبل قليل بانطلاقة اللقاية القعدان، وهنا يسير نحو الصدارة ونحو المقدمة. هنا ينطلق المتحد فرج بن صالح بن سالم المشروم المري، هو من ينطلق نحو الصدارة ونحو المقدمة. بينما ثاني المراكز وثاني التحديات أرى شعار الزعبي هنا يأتي على المركز الثاني ويتسلل نحو الصدارة بانطلاقة وتحدي حاضر. علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي هو من يأتي بانطلاقة حاضر، بينما ثالث المراكز ليأتي هنا سياف ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الشهواني، هو من يأتي الحباب الهاجري، نعم هو من يأتي على المركز الثالث. بينما رابع المراكز يأتي هنا الفايز فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية، هو من يأتي على المركز الرابع. خامس المراكز أرى الغدوم والتسلل هنا من الجانب الأيمن. هنا ينطلق بانطلاقة السعر علي بن حمد بن علي آل محنة المري. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم. الفايف ستار هنا تتصدر هذا الموكب وهذا الجمع الغفير. وبكم نعود نحو الصدارة ونحو المقدمة. نعود إلى حاضر، حاضر يا الزعبي حاضر. هنا ينطلق بانطلاقة علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، هو من ينطلق على ظهر حاضر. هنا يؤدي هذا الأداء الذي يؤدي حاضر على الصدارة وعلى المقدمة. بينما ثاني المراكز أرى الملاحقة هنا، أرى الغدوم هنا من سياف ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري، هو من يأتي على المركز الثاني. ثالث المراكز الفايز هنا قادم فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية، هو من يأتي على المركز الثالث. رابع المراكز من الجانب الأيمن نرى الدخول والغدوم هنا من شعار بن مشروم. ينطلق بانطلاقة وتحدي المتحد فرج بن صالح بن سالم المشروم المري، هو من ينطلق بانطلاقة المتحد. شعار بن شابل أيضا يتسلل على المركز الثاني. عفرين ينطلق مع بندر بن محمد بن راشد بن شابل المري، وأيضا أرى شعار بن شنان هنا ينطلق مع لهب سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان، هو من ينطلق على المركز الثاني. ثالث المراكز ينطلق هنا عفرين مع شعار بن شابل ينطلق على المركز الثاني. ثالث او رابع المراكز، نعم ارى الغدوم من هياض ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري، هو من ينطلق على المركز الرابع. خامس المراكز ايضا يصل هنا بن شابل، ويصل هنا الغدوم من السناوي محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، هو من ياتي على ظهر السناوية. نعود إلى لهب وحاضر هنا في صراع ثنائي، وأيضا عفرين يراقب للموقف، وأيضا بن حفيظ، وأيضا هنا السناوية، ولكن هنا بن شنان على الصدارة ينطلق، ويهنا على ظهر لهب سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، هو من ينطلق هنا ويتحدى على ظهر لهب. انطلق لهب السناوي
السناوية، هنا السناوية تسلل نحو الصدارة ونحو المقدمة، وينطلق محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، هو من ينطلق على المقدمة وعلى الصدارة. شعار نهب، شعار نهب، شعار نهب الإنجازات، شعار نهب المواقف. هنا ينطلق بانطلاقة السناوية، بينما لهب على المركز الثاني، لهب يأتي على مركز الوصافة، يرسم طريق الناموس، يبني آمال وتحدي بن شنان، أيضا بن شابل مع عفرين، بندر بن محمد بن راشد بن شابل المري هو من يأتي على المركز الثالث. شعار الشوط الأول الرئيسي للإبكار هو من يأتي على المركز الرابع مع سياف حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، هو من ينطلق مع سياف على المركز الرابع. خامس المراكز عندك يا بن خليل، وأيضا أرابل فهدان، ولكن نعود إلى السناوي، نعود إلى بن شابل. بن شابل يا بن شابل، الكيلو متر الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع والنزاع بين العمالقة، بين الأبطال. شد الحيل يا أهل القعدان، شدوا الحيل. أيضا بن شابل وبن شابل، بن شابل وبن شابل في صراع ثنائي. السناوي، 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 هنا الجاذبية تركض تحت أخف السناوي، الجاذبية حبيبات الرمل هنا تركض تحت أخف هذا القعود. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الممتاز، هذا الركض التلقائي. بن شنان يعود، بن شنان يعود، بن شنان يعود. أيضا هنا سياف بن كروز، بن كروز، بن شنان، بن شنان عاد إلى الإنجاز، عاد إلى الطموحات، عاد إلى الأمال. بن كروز، بن كروز، بن كروز، هنا يأتي بن كروز على الصدارة وعلى المقدمة. سياف محمد بن زايد بن متعب بن كروز المري هو من يأتي على ظهر سياف، وهنا يحسم هذا الموقف بهذه الانطلاقة الممتازة. تهانينا وأهل مبروك لمالك سياف محمد بن زايد بن متعب بن كروز المري ثاني المراكز. ثاني المراكز يأتي هنا لهب سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري ثالث المراكز. كان القدوم من رياض مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري، بينما المركز الرابع كان القدوم من السناوي محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. أما خامس المراكز يأتي لفان حمد بن فهد بن راشد بن حمده النعيمي. تهانينا وألف مبروك لمالك سياف محمد بن زايد بن متعب بن كروز المري، وقطع المسافة في 7 دقائق 38 ثانية وجزءا واحد من الثانية. تهانينا وألف مبروك وحظنا أوفر لمن لم يحالفه الحظ.